السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوى من أحسن وألذ الحلويات المغربية التقليدية، كتجي رائعة بزاف، لذيذة وهشيشة. المكونات ديالها بسيطة والطريقة ديال التحضير ديالها ولا أسهل، كتوجد بسرعة. فغادي ندوزو باش غادي نشوفو المكونات والطريقة ديال التحضير. وسبق لي وشاركت معكم هاد الحلوة هادي بجوج ديال الأشكال اللي مختلفة، غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفة ديالهم في صندوق الوصف. وكيف العادة غادي نبدأ معكم مباشرة في الطريقة ديال التحضير. فغادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، أنا هنا استعملت زبدة مارغرين، وجوج قطع ديال الفرماج، أي فرماج متوفر عندكم مثلث أو مربع. ضفت لهم رشة من الملح وسكر الفانيلا ونصف كأس ديال السكر حبيبات. من بعد غادي نخدم هاد المكونات حتى كينساجمو. من الأحسن أن الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، هكا باش كنخدمو بها بكل سهولة وما تعذبناش. ملي غادي ينساجمو هاد المكونات فغادي نضيف نصف كأس ديال الزيت ونرجع نخلط هاد المكونات مزيان حتى كينساجمو، كيولي عندي خليط لي كريمي. وغادي نضيف كأس ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش. بالنسبة للكاوكاو غادي يبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروه بالقشور ديالو او لا تحيدو القشور. انا شخصيا حمرتو في الفران وحيدت ليه القشور ديالو عاد طحنتو. ملي طحنتو ما خليتوش حتى ولا رطب، خليتو هكا كحرش، كيبقاو فيه هكا هذوك حبيبات ديال الكاوكاو باش كيجيو باينين هكاك شويه في الحلوى. وبديت كنضيف في الدقيق الابيض. بالنسبه للدقيق الابيض فكتبقاو تضيفوه هكا تدريجيا حتى غادي نحصلوا على عجين اللي تيكون رطب وكنقدروا نتحكموا فيه بكل سهوله. الكميه ديال الدقيق الابيض غادي تختلف على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عند كل سيده. انا شخصيا خدا ليا 350 غرام ديال الدقيق، وتقدر سيده اخرى ياخذ ليها اقل. فهذا هو القوام كيف ما كتشوفوا، كتجي هكا رطبه ونشكلوها كيف ما بغينا ما تعذبناش. هنا دابا عندي العجين واجده فغادي ندوزو باش غادي نشكلوها. بالنسبه للطريقه كناخذ هكا كميه ديال العجين كنديرها هكا في ايدي وغادي نحربلها بهذا الشكل. من بعد هكا كنبدا كنقاده بهذا الشكل. هذا طريقه راه باينه ومعروفه. وتنكمل بهذه الطريقة هذه حتى غادي نسالي الكمية اللي عندي كلها. فهاد الكمية اعطاتني 28 حبة بالحجم اللي كتشوفوا معايا دابا، واللي بغات كمية اكبر ضاعف المقادير. فكيف ما شفتوا معايا هاد الحلوى راها بدون بيض وبدون خميرة الحلويات، ما فيهاش البيض وما فيهاش الخميرة. وملي ساليت الكميه اللي عندي كلها ديال العجين فعطاتني هاد الكميه هادي اللي كتشوفوا معايا في هاد الصفيحه. وهنا غادي ندخلها الفران باش غادي تطيب. سخنتو على 180 درجه، شعلت في الاول من الاسفل فقط، من بعد كنزيد كنشعل حتى الفوق. وبالنسبه للطياب ديالها خاصها تجي بحال هكا غير مذهبه، ما نخليوهاش تحمر اكثر من القياس، فما كتاخدش وقت اللي طويل بزاف. وهنا غادي ندوزو للتزيين. فبالنسبه للتزيين انا غادي ندير ليها سكر ثقيل فقط. بالنسبه لهاد الحلوه هادي ممكن ديروا ليها جوج ديال الطرق ديال التزيين، ديروها ككميه في السكر الناعم
وكمية أخرى تقدروا تدهنوها بالعسل أو بالمربى وديروا ليها كاوكاو اللي مهرمش. هكا كيجيوكم جوج ديال الأشكال اللي مختلفين، وحتى المذاق ديالهم كيجي مختلف وزوين. هاد الحلوة هادي راه سبق لي وشاركتها معاكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي بغاتها كتشوفها. وممكن حتى في العجين نديرو إضافة أننا نضيفو القليل ديال العنب المجفف اللي هو الزبيب، كنضيفوه مع العجين حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين بزاف هاد الحلوة هادي. وكنستمر بهذه الطريقة هادي، هكا كنفندها في هذا السكر الناعم. ومن الأحسن أننا نديروها فيه وهي مازال سخونة، غير نخرجوها من الفران هكا مباشرة. كنبدا هكا كنديرها في السكر الناعم باش كيتبت عليها، كيلصق عليها مزيان. فغادي نكمل بهذه الطريقة هذه حتى غادي نسالي الكمية اللي عندي كلها. كيجي هذا هو الشكل ديالها، حلوة اللي بسيطة وفي نفس الوقت لذيذة وكتجيه هشيشة بزاف. كنتمنى تجربوها وإن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم.